كريم بوباكور، اهلا. اهلا بك زهراء. انا جمهورنا العزيز، بغيت نقول لكم اذا سالت القلب ينبض محبه للجمهور الغالي اللي ساكن فيه. محلى زياراتكم زينتوا العتبه، ومحلى اتصالاتكم حتى المرضى تحليه. في الشروق انا وزهراء زين لمتنا، كوفي تايم تلقى اللي تبغيه. مرحبا بكم. قلت لكم متألق. هذه شوفي زهره ديديكاس كاع اللي راهم يشوفوا فينا جمهورنا. كل الناس اللي يحبوا برنامج كوفي تايم ويحبوا زهره وكريم بيان سور. بيان سور. واليوم عندنا موضوع ثاني، موضوع اجتماعي اللي حبينا اليوم زعما نهضروا عليه، اللي هو ما رايك في الانسان المتصنع؟ زهرة؟ انا رايي فيرم كاع للناس. انا ما نحبش خلاص الانسان، ما نحبش الانسان المتصنع. انا دو ناتور نحب لا سبونتانيتي، نحب انسان يكون على طبيعته. باسكو قد ما تكون متصنع قد ما الشخص الاخر ديجا اصلا ما يقبلكش. وكاين حتى الناس كي نقولوا شخص متصنع بالك يتاثر بشخصيه، يعيش هذيك الشخصيه ويخلي حياته الحقيقيه، يخلي يولي يعيش دور ماشي كاع تاعه، ويتقمص هذاك الدور تاع شغل كيما ذاك الغراب اللي جاي يبدل مشيته. انسان مشيته الاصليه وما عرفش يتمشى كيما الغراب الاخر. الوغ حنا تقدروا تتصلوا بنا مشاهدينا الكرام على الرقم 023 72 92 94 باش نورمالمون هذيك الديديكاس اللي درتها لكم اليوم التليفون ما يحبش. الوغ نستناو اتصالات تاعكم، نستناو في المكالمات نتاعكم. وهذا جو بونس موضوع يهم كل شخص، يهم كل الناس اللي يتعاملوا سيغتو مباشرة مع الأشخاص، يعني في علاقاتكم الاجتماعية حتى في وسط العائلة. هذا زعما حنا كي نكونوا مشاهدين يتفرجوا فينا يجوا يسقسوا رواحهم، اسكو زعما هادو متصنعين ولا ناتورال ولا؟ أنا دوك نسقسيه ويسقسيني ونعطيكم الصراحة. راح أنت متصنع؟ لا أنا متصنع. أنا متليشارجي مش متصنع. منتوج محلي. تفضل. انا نقاطعك زهره. اذا جمهورنا العزيز يرفع الان على مسامعنا اذان صلاه العصر في الجزائر العاصمه وضواحيها لنستمع الى صوت الحق. حان الان موعد صلاه العصر حسب توقيت الجزائر العاصمه وضواحيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إذا تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. آمين. إذا عودة للموضوع نتاع اليوم، الناس هذا وين تلتحقوا بنا. نعاودوا نرحبوا بكم من جديد ونقول لكم رانا في انتظار اتصالاتكم على الأرقام اللي راح أديها لكم أسفل الشاشة، ولا حتى اللي حافظها كريم. إيه 023 70 92 94. أنا اليوم زعما كيما نقولوا بالك كاين الناس اللي ما يقدرش يقولوا، ما يقدرش واحد يقول لك انا متصنع، ولا اصلا ديجا الانسان كي الا كان متصنع ما يقدرش يفيق لروحه باللي راهو متصنع، حتى الناس دير له لا رومارك. صحيح. واسافوار الا ياكسبتيها. بيان سور كاين بزاف ناس ما يقبلوش النقد. هذا يقدر يكون موضوع واحد اخر نقدروا نطرقوا ليه في فقرات، يعني في حلقات اخرى. لكن التصنع انا نقدر نحكي لكم على كريم. انا والله نقدر نحكي لكم اللي فريمون ناتوريل هكا كيما تشوفوه دركا برا، باك شويه عاقل بزاف هنا في البلاطو باسكو مزيرته الوالده تاعو. لا انا الوالده راهي نحييها ونوجه لها تحيه كبيره. تحيه كبيره ليها. في مصغالي ما بعيد عليا تمام. دونك ما يدير عيط لك نقول لك. نو حنا سوجي تاع اليوم علاش درناه، علاش درناه باسكو كيما نقولوا هذه عاده ماشي مليحه، لانه الانسان لازم يكون متمسك بالشخصيه تاعو. اكيد. ويكون عنده باسكو كي تتمسك بالشخصيه تاعك راح تتمسك بلي برانسيب. صحيح. تتمسك بامور، يعني ما نحاش نتقمصوا شخصيات اخرى. كاينين ناس في الدار تلقى عندهم عقليه وبرا تلقى عنده عقليه اخرى. صح. تلقى خوته عندهم راي فيه بصح الناس برا يقول لك نو هذا انسان ما شاء الله. صح. الوغ في الدار ندير طوره. احنا دوك كي نريحوا نشربوا قهوه نسيو نديرو هكا نتصنعوا شويه ونشوفوا. انا قدرت انا امبوسيبل اوكين شونس نتصنع. دونك كاين فاصل هلا؟ وي. اذا جينجل تاع ترند ونعاودوا نرجعوا لكم. اذا ترند تاع اليوم مشاهدنا الكرام اللي تبدا به
ظهرة ترند تاع اليوتيوبر الجزائري. طيب يعني دونك عندنا الترند اليوم راح نبداو بالمواهب بصناع المحتوى. عندنا اليوتيوبر الجزائري مازال رايكم انتوما متحدين الكرام عبر المكالمات الهاتفيه اللي رانا نستناو فيها انا وكريم. كاين اللي كيبغوا يسلبوا لك القهوه وزعما يلعبوها زعما متصنعين. وريني واحد مزيان نشوف. انا والله ما نطيق نتصنع. انا مانيش في التصنع. شوفي اختي العزيزه ندير لك قهوه بنينه. مادا بيك تتصنع ديما عجبتني هذه. قهوتي معايا. فوالا. ندير لك سكر ما دير لي سكر باش ندير لك. حنا ما لازمش حنا دائما الرساله تاعنا ما نحبوش الانسان يكون متصنع وما نحبوش الانسان لازم الانسان يكون على طبيعته. الوغ يلا نستقبلوا اتصال ونن تري بيان. يلا دونك معنا اول مكالمه في حلقه اليوم. مالو الو مساء الخير. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام شكرا لك. ميرسي. وشاكي الاخت زهره لاباس عايشك انت لاباس؟ لاباس ولا عليك الحمد لله عايشك. الله يسلمك. انا السيده فاطمه من الجزائر العاصمه. اهلا فاطمه. اهلا بس الجي. الله يسلمك. انا المهم مشاركتي اليوم تكون خصيصا لشهداء الوطن. نعم خصيصا لشهداء الوطن واعزيهم. يعني تقصدي على تقصدي المروحيه اللي سقطت اليوم في تيبازا. نعم المروحيه العسكريه. يعني نقدموا العزاء للعائلات تاعهم كامل. الله يرحمهم ان شاء الله. امين يا رب وان شاء الله يكون مقاهم الجنه ان شاء الله. وان شاء الله عاجلا يلقاو الجثث نتاعهم. نعم ان شاء الله. نعم ان شاء الله يا ربي. شكرا لك. التفاته متميزه. شكرا لك. ربي يجازيكم وخليناكم نستودعكم الله. شكرا لك. ربي يحفظك. شكرا لك. ربي يحفظك. سلام. شكرا لك. احنا نتحرموا نترحموا زهره على شهداء الوطن. كانت على ما اظن سقطت طائره هليكوبتر. نعم. اليوم صباحا وكان فيها ضحايا اللي عند الله نحسبهم شهداء. شهداء الوطن ربي يرحمهم. ويعني هاد الحوادث شك زعما 2020 دائما ما بغاش تكمل وما فيهاش. حبيبي 2020 حافل بهاد الاخبار السيئه نسمعوا غير الموت. الله يسرنا نسمعوا غير الامراض. يعني ربي يجيب الخير ان شاء الله يخرج علينا بالخير ونستقبلوا العام الجديد ان شاء الله. ان شاء الله بالفرح والهنا ان شاء الله. يا اخبار كيما هادو شغل لي كيما نقولوا نتحسروا على الشباب يكون هكا في مقتبل العمر. نعم. اللي كيما نقولوا يخدموا الوطن. مرة أخرى نترحموا عليهم إن شاء الله يكونوا من أهل الجنة إن شاء الله. يعني إن شاء الله. إحنا نرجعوا للموضوع تاعنا تاع اليوم. راح نلمحوا نمدوا لمحة صغيرة كريم على المشاهد الكريم على كريم للمشاهد الكريم على لمحة صغيرة على ضيوفي راح يكونوا معنا اليوم في هاد لا فيديو ولا في هاد لو بورتري. مرحبا بكم جهاد وحمزه. كنا شفنا فيديو تاعكم محلاها اللهجه البليديه. صافي بليزي في الواعر. في الواعر في الواعر الجزائر كلها تهضر هكا. انا من الشرق من سكيكدا وعادت كاينه هذه في الشباب في المليح في اثروا شو اللهجه البليديه اثرت في الاعوام اللي فاتت اثرت في الاثرين ديالهم. فوالا حنا قبل كاع كل الزهره ياك نرحبوا ونعطوهم قهوه. على بالي بلي جيتو من بليده و انا حاب نشربوا قهوه. حاب نشربوا قهوه. لكم قهيوه عمر. انا ما بين يدي لكم ما بين يدي لكم قهيوه. احنا سنيناكم تجيبوا لنا زلابيه تجيبوا لنا الشربات تجيبوا لنا والو. تجيبوا لنا علينا والديكور. مو زلابيه صح كون فكرت زلابيه بوفاريك. احنا ما دوزناش على بوفاريك. ما دوزناش على بوفاريك صح. جينا في دوزنا بعيد على بوفاريك. عديتوا على البحر تاع بليده صح. في بابا معليش. لا لا دونك انتم يعني نعتبروكم الشباب اللي يحبوا يروجوا لهجتكم يعني في طريقكم يعني في مساركم الفني. اش لقيتوا كيفاش لقيتوا اقبال؟ راكم تشوفوا باللي وصلتوا الرساله اللي كنتوا حايبينها ولا باز اونكا؟ بون في اللهجه تاع بليديه كاين اللي سبقونا. نعم. صالح اوغوت الشيخ صالح اوغوت وموراها جاو الله يحفظك. يزيد فضلك فوالا لازم يذوق. شابة صح. صافا قلت لك في اللهجه تاع بليديه كاين صالح اوغروت هو اللي سبق روج الهضره البليديه. صح ما كانتش الترويج تاعها مليح. داكوغ.
ومن بعديك جاو اسلام ورحيم، اسلام بختاش ورحيم بن عيشوبه في تاع احنا في حنا لقات رواج كبير وراهم كبدات احنا في حنا اد بعد كده الدار ناشوب ديك ولاو الناس ياكسبتي ولات البليديه وي 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 بزاف وي. انا بغيت ثاني كما الجمهور اللي عم يتفرجوا فينا نبداو شويه في البدايه تاعكم تحكولي تحكوا لنا بدايه اسكو كل واحد انتم بديتوا كجروب ولا بديتوا كل واحد وحده ولا تحكوا لنا شويه الفكره تاع لايف ستوري. خليني نبدا حمزه نبداو بحمزه ومن بعد نروحوا عند جهاد. بو انا بديت مع الاول بالتياس، قريت 3 سنين تاع تياس عند الشيخ ربيع ربيعي طار طاهرين وجه لهم تحيه. تحيه ليهم. ايه قريت 3 سنين ومن بعد كانت بشويه بديت ندخل في الكلون بشويه بشويه في جيراسيون ما دلي بتيرول ما بديت نعرف هذه بديت ندخل لي بلاطو نشوف كذا نروح ندير لي كاستينغ بشويه 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 حتى وصلت لوراني ناقص. الحمد لله الحمد لله. تو ما قلتلهوش بلي تعرفت عليا كيف تعرفت؟ بون كنا في البحر. كيف تعرفت؟ تعرفت عليه في البحر وليت حومتي بصح من زعما حبينا نبداو نخدموا تلاقينا كشور هكا في البحر وقصرنا هكا شويه. وجهاد نديروا لي فيديو هكا بشويه ما ولينا نخدموا كيف كيف. الحمد هو جاري تسمى تعرف كيف. تما في الجانب الفني لقيت فيه واش كنت بالك تحوس. ايوه. وجهاد كيفاش حتى من غير الحكايه اللي حكاها لنا. انا مكمل غذائي مكمل فني ماشي مكمل غذائي. بون هو سبقني للدومين هذا، انا كنت في دومين واحد اخر بصح كنت نحبها شغل كانت في هذيك الغريزه تاع الفن والمسرح. ما كنتش ما شغل كانت قليله في البليده ما كانش هذوك المسارع. انا كنت في دومين واحد اخر كنت اربيت فوتبال. تربيت 5 سنين قرايه الله بسم الله بسم الله الاربيت. لا قبل ما نحكي على الاربيت قبل لازمنا نماركيو بوت في الفاصل الاشاري مجالي لك يا رامو رانا راجعين. ايوا دوك شويه تمام ورجعنا للموضوع تاعنا وللضيوف تاعنا. كنا نظام عادي حبيت نقول لك حبيت نسقسيهم قبل ما نعاودوا نوريو المشوار الفني تاعكم. وقلنا لنا واش موضوعنا تاع اليوم كريم؟ وي موضوعنا تاع اليوم ما رايك في التصنع؟ الشخص المتصنع. تصنع تصنع فاهم انا فاهم تصنعك شغل ماشي مليحه مع الانسان هذا بذاته نفسه ماشي مليحه. علاش؟ يكون مع فلان زعما يكون شخصيه هذه ما كتبكي يروح من بعيد يولي بشخصيه واحده اخرى يتبدل صح صاير زعما مع الناس يهضر فيك هكايا وكي يكون وحده مع واحد اخر يولي يهضر فيك بهضره عيانه حرباء. هذا هي التصنع. انا التصنع انت ما عندكش باغ اكزومبل جهاد ما تشوفش فيه متصنع. انا عندي ديما طبيعته هذيك انا كيما رانا كيما شوف كيما رانا هو الانسان كيما رانا هنا الانسان اللي يمشي متصنع يجي باين انه باغ اكزومبل دي فوا كي تسيبي لارتيست هاو يضحك سيمباتيزي تو باسكو راهو عادي وراهو كيما نقولوا راهو انسان كيما هو ما راهوش يتصنع. بصح التصنع هذا اللي حكيت عليه شغل تصنع مطئن حرباء كيما قال. اي والله كاين بزاف احنا كاين بزاف هلا راهي تقول لي لازم ترفد عنا اتصال. اوكي الو الو مساء الخير. نستقبل الاتصال. الو مساء الخير مرحبا بك. الو 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 السلام عليكم. الو السلام. اهلا تفضلي. اوكي راكي لاباس يعيشك انت لاباس؟ سمع معك زهره. نعم؟ سهلا معك زهره. سمعتك اختي. مرحبا بك. الله يسلمك. وش حوالك سافا؟ الحمد لله. غاية تاع الغرب. نيسان. منين وشكون؟ وفاء من سعيدة. من سعيدة. وفاء من سعيدة مرحبا وبنا سعيدة و ايه أول مرة يتصلوا بنا من سعيدة. اتصلوا بنا ديجا من قبل جو بونس. سعيدة بعيدة والماشينة غالية. غالية غالية. إذا واش رأيك الموضوع تاعنا تاع اليوم وفاء؟ تاع سجي جباب الله يبارك مليح. لا بريبارهم داروا قهر داروا قهر مصنعين. صح انا نادر من الصادات على الناس اللي يمدوا رسائل يعني صناع المحتوى اللي كاين في لي ريزو سوسيو تلقاهم يوريو غير الجانب المليح تاع حياتهم ودخلوا الناس في صور فريمون. دونك انا بوغ ما هذو مصنعين سي فري صح وي وما نظنش غادي ينجحوا كيما هكا. الواحد يكون ناتشورال يكون على طبيعته هذيك هي. صح صح سي فري. شكرا لك وفاء ربي يخليك. شكرا على الاتصال تاعك وفاء وسلمينا بزاف بزاف على الناس السعيده. عايب لك ان شاء الله. شكرا. نهاركم مبروك. شكرا لك. يعيشك. شكرا صحيتي. اذا نرجعوا للضيوف تاعنا. دونك قلتي كلمه شابه تاع دوك صناع المحتوى. وي.
صح شغل كاين بزاف دوك الاكثريه تاع لي جان صغار اللي راهم يتبعوهم صح كيسيبوهم يديروا بيب ياكلوا حاجه مليحه ماهوش عارفين بلي هما راهم يديروا بيب لهذاك خدمتهم دوك هو الطفل يولي عند فيه وكان ما عندهمش الا غالب عليهم صح بصح يولي يقول لك انا لازم ندي كيما هو باش ندي كيما هو حاجه ماشي مليحه هذا انا اختي هذاك اللي راهو يتبع فيه راهو بالك هو ما عندوش دوك الامكانيات الكافيه باش يملك هذاك الشيء كامل راهو يدو باطل وحنا هما يروحوا يزيروا والديهم يروحوا يزيروا لي فامي تاعهم باش تكون عندهم هذيك الحاجه دونك مليح الواحد يتقاسم مع جمهوره صح. يتقاسم المليح والمش مليح وثاني الانسان هذه اضافه الانسان اللي يكون عنده قوه الشخصيه ومآمن بالشخصيه تاعو وعنده لي برينسيب تاعو مستحيل يتصنع لانه كيش ما يقدرش يتصنع خاطر قانع بالشخصيه اللي عنده قانع باللي برينسيب اللي عنده ما عندوش علاه يروح يتصنع بار اكزومبل انسان ما عندوش يقول ما عنديش ما يحشمش زعما ما يروح ويلعبها باللي يجي باسكت جديده باش يروح يبان زعما انا اول حطه هنا عندي دراهم فوالا هذه داخله في قوه الشخصيه احنا خرجناكم شويه من الفن بغينا ندخلوكم نقصروا احنا جينا نقصروا فوالا هكذا باش المشاهد الكريم يكون يعرف الضيف وش رايه في الموضوع هو على كل حال بالفنانين تبعنا صح صح خليها تستر كيف يقولوا معليش اذا نعاودوا نرجعوا للجانب الفني ونعاودوا نرجعوا للحكايه بعيده عن التصنع لكن انتم ما كنتوا في العمل تاعكم مؤخرا دخلتوا في نقولوا ان كولوار يقول انكم راكم تقلدوا في سيت كوم واحد اخر يعني ردكم على هذاك الانتخابات الانتخابات انتقادات لا لا قلت انتخابات ردكم على هذوك الانتقادات ويعني كيفاش توضحوا هذا للجمهور بون انتقادات كاينين مين الناس ما شغل ما هي واش دارت تقول لك باللي دارنا شو كاينه بواط وحده ولايف ستوري بواط وحده وهي نفس لا بواط جيني فيزيون هي نفس اللي خدمه دارنا شو خدمه لايف ستوري نفس شركه الانتاج الناس مازال ما تقبلوش يقول لك هذه حاجه واحده اخرى هذه جديده ما مداو الايدي هذه هي نفس ليدي نفس كل الاخراج هو اصلا لي سيت كوم يتشابهوا في الافكار وحاجه مهمه بزاف ثاني انه انتم من بليده نعم وكيهضر كي خدمتوا في السيت كوم تاعكم هضرتوا باللهجه البليديه تما ما تقدرش انت تهضر بلهجه واحده اخرى باش ما فوالا تما هذيك اصلا هي اللهجه تاعكم هو الكونسيبت ديجا كي سوسوا دار شو ولا الكونسيبت تاعكم يركز على اللهجه يعني الحاجه اللي لا ديماركي هذاك الكونسيبت على دي سيت كوم واحد اخرين هي لا فاصون اللي كنتوا تهضروا بها باسكو المشاهد والف يسمع الجيروا يسمع الغرب مي بليده يعني مناطق اخرى سي امبرسيونون هكا كي تشوفهم في لا تيلي كيما كاين دي كومونتير يقول لك باللي راك تقلد في ديدي مي انا راني نهضر هكايا هو على كل حتى هنا نبدلها هو ديدين ماهوش هو الجيروا ماهوش بليدي تما نقدروا نقولوا نقدروا ديدين هو اللي راهي يقمص صح انت اصلا دوك هذه الدرجه تاعك ولهجه تاعك في بليده في بليده كيما زعما تقول له اسمع هذاك غدوه يجي على بالك احنا هذيك هي تاعنا على بالك تقولوها بصح احنا كي زعما كي تهضر في طوناج ولا يقول لك باللي اكتيميتي في ديدي هي هذه مفهومه الغلطه ايه لا راني فاهمك راني فاهمك احنا على بها هذاك في داكم خو يقول لك اسمع على بالك اليوم مش كاين واش ما كاش هي الناس انتقدت كما نقولوا في بوكو بلوس ثاني على نفس الديكور بيبري نفس يمكن بالك كي نفس الشركه الناس برك ما فهمتش بصح نورمالمون عندكم جديد يعني جو بونس الانتقادات اللي طرقتوا لها ما ندرجوهاش اكثر شيء على الفنانين جو بونس تعاود ترجع على شركه الانتاج بالك ممكن ما فاقتش ولا ما دارتش حسابها على انه تبان بلي راهي تقلد الوغ انتم هي الكونسيبت تاعهم لكن الممثلين حطتهم في اون سيتياسيون كومبليكي تاعكم تقلدوا فيها راكم فاهمك دار شو عندهم لي فان تاعهم حبوهم عندهم بيبليك مليح الله يبارك ميم لايف ستوري عندهم بيبليك وعندهم الناس اللي حبتهم كانت عندكم مشاهدات نسبه قليله بالك ان شاء الله بربي لا جاي الدوزيام سيزون ان شاء الله يزيدوا الناس يزيدوا يفهموا يزيدوا يحبونا ان شاء الله بربي ويزيدوا يعاونونا كيما انا جدد حنايا انا في الدومين جدد وانا في الدرجه الاولى الواحد شغل يستحق هذاك الانسان اللي يعاونه
ماشي اللي يهبطوا. لازم نعاونوا بعضنا، نرفدوا بعضنا من كثر. شفتوا واحد كيبدا جديد، يعني نحب فريمون جولونس هذا لو ميساج للمشاهدين. الفو با لي كومونتير هذوك اللي يكسروا، باسكو يكون في بدايته كاين واحد يكون عنده شخصيه قويه، بصح كاين واحد يكسره ويقول لك انا سيبون نحبس التبديل. انا يعني انتقدوني، يعني يا ريت نكونوا متفاهمين مع بعضنا. لا لا، فن راقي وجزائري ان شاء الله. هو المحتوى تاعهم ثاني راه مليح، محتوى عائلي عائلي فاميليا. لا لا انا جوني ما حسيتش باللي مبتدئين كي شفتكم، نو با دي تو. حسيت جابوا فادو لا كوميدي صح. ما حسيتش هذيك دوك نزيد نفهمك. هي ماشي غير احنا وحدنا، ميم ليكيب تكنيك عاونونا يعطيهم الصحه، زبير باع عمار كاع ليكيب تكنيك، وميم لي كوميديا اللي كانوا معنا ايه الجيه صوايب بن زرقا مام هدى الصون الصون. ايوه تسوي واحد على بالك قاعد تعاونوا، ويعطيك مام تكون عنده حاجه يقول لك واش رايك دير هكذا، يعطيك هون تقول ناكسبتي. ماذا بينا واحد يقول لك حاجه مليحه ناكسبتيها اكيد. محمد رياضة طالناك شغل اللي تعاوننا، قلت لك حاجه اللي كنشوف فيها تلعب فيها مليح ديرها. والفريق والعمل الجماعي دائما ينجح ويخرج منها. لا غير ونستقبلوا مكالمه ونعاودوا نرجعوا لكم. الوي السلام عليكم. وعليك السلام، مساء النور اخ كريم. مساء الفل والياسمين، مرحبا بك. شكون معنا؟ سميره من الكاوش. مساء النور. اهلا سميره. مساء الخير، اهلا. واش احوالك؟ عرفت على تحيتك الاخ كريم. ايه. انه كلامك احلى من الشهد واطيب من الورد، ويزرع بسمه وامل في كل شخص شاهد في برامجكم الان. خلاص نشرب الماء ومن بعد نجاوبك. نشرب كاس ماء بس نقدر. مساء الخيرات لك الاخت زهره والضيفه الكريمات. ربي يحفظك ما شاء الله عليك. ربي يخليك. بالنسبه للموضوع اليوم تاع كيف التصنع. تاع التصنع. والله شفتي نقول لك هذه التصنع، يعني انا حاسه برايي انه عاده سيئه. انه الانسان المتصنع انسان غير راضي على حياته. ما عندوش غير راضي على نفسه وغير راضي على حياته. ماشي متصالح مع نفسه اصلا. اكيد اكيد، لانه الرضا اللي يكون راضي على نفسه اكيد راح يعيش بطبيعته، راح يعيش بعفويه، يعني راح يتقبل حياته ويعيش بعفويه مع الناس، يعني في كل ظروفها. صحيح. الانسان المتصنع انا حسب رايي انه كل مره يخلي نفسي بعد فيه اكثر واكثر. سي فغي. اكيد اكيد صح صح. الانسان يكون متصنع قد ما تكتشف فيه ومن بعد تعرف انه ماهوش بطبيعته، ماهوش على بعفويه، ماهوش هذيك شخصيته، ماهوش هذيك طباعه، اكيد باش الانسان راح يبعد عليه. سي فغي صحيح. قد الانسان اللي يكون راضي على نفسه وراضي بالظروف اللي عايشها اكيد راح يكون اسعد الناس، يعني رغم الظروف قد ما كانت قاسيه بصح كذا راح يكون حامد ربي على كل حاجه عطاها له. شكرا لك، ربي يحفظك. تعيشي وربي يحفظكم ان شاء الله. وربي شكرا على المداخله تاعك، ربي يخليك. ربي يخليك، ربي يجعلكم دائما 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 اصحاب كلام طيب وقلوب نقيه. شكرا. امين. وسلمينا بزاف على ناس نقاوس. يبلغ اخي كريم. تعيش. تحيه خاصه لك من الوالده. ربي يحفظها ان شاء الله ويطول في عمرها. شكرا. شكرا لك الاخت سميره من قاوس. كما انتم قلتوا باللي شوف كاين بيبليك، كاين بيبليك اللي يعطيكم انتقادات، حتى كاين ثاني بيبليك اللي يشجع ويشجعك ويطلع لك المورال واللي يخليك تقدم لقدام. وانتم باش تقدموا لقدام احكوا لنا على جديد واش راكم توجدوا. بون نهضر لك على البيبليك. البيبليك الحمد لله كي تخرج برا تسيب الناس لا فامي يشوفوك يا هابو فيا وعزيز، يجوا يفرحوا هذاك اللي كي تشوف واحد يضحك طفل صغير يشوفك يعرفك سيختو تشوفو يضحك. ايه هذه البراءة يحشيها لك تقول نجبد كاع. والله العلي العظيم غير نفرح. كاين حتى اللي لحقوا وين نروح نخدم دراري صغار تاع ليكولات يجوا يخرجوا من ليكول يتلايموا. حتى انا نحسم مول معلم يقول له غلق كارات خلينا. والله صافي بليزي. والله غا شوفي صافي بليزي كي تلايموا لا فامي ليموهم وتشوف المحبه تاع الناس هذا كل بليزير تاعنا. وجهاد بون. حمزه انا واش نقول لكم باللي راهي كاينه الدوزيام ان شاء الله. ان شاء الله بربي. مي الوقت وقتاش وكيفاش وعلى قداش ما على بالناش. ما على بالناش. ربع حلقه بون. البيبليك كي تخرج برا هكذا تجي هكا مرا كبيره تقول لي وليدي يحبك هكذا، ولا تجي واحد يقول لي وليدي يحبك، هذيك هي عندي نعمه الحمد لله يا رب. لايف ستوري ما عندكمش عمل اخر؟ ما كمش تشوفوا يعني ما عندكمش طلب اقتراحات؟ بون انا عندي اقتراح اللي احنا خدام فيه هي مسرحيه ان شاء الله. المسرحيه احنا مامو الشهر الجاي نكملوها نطبعوها ونخدموها في تيانا ان شاء الله. ان شاء الله. حضن الاف عوان.
لحد الان حضن الافعوان. حضن الافعوان اه فوالا صعيبه هذه. هذه حضن الافعوان هذه تاع اوديب. اوديب بعد ما مات. اه تخيل باللغه العربيه فصافي مقتبسه. مقتبسه بعد ما مات ان شاء الله. ان شاء الله احنا لحد الان انا مازال ما لحقوناش كاش خدمه، مي يعني نروح ندير لي كاستينغ ونتكل على ربي ان شاء الله. ان شاء الله نشوفكم في احسن اعمال، نشوفكم مع بعض في مشوار مليء بالنجاحات ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. اعطيونا اخر كلمه لجمهوركم لعائلاتكم. اخر كلمه للجمهور، يما خاوتي كاع، ربي يحفظكم ان شاء الله، ونشكر كل واحد دار فيا الثقه ودعمني، وهذا ما كان. يعطيكم الصحه متعليكم. انا نشكر يما يا حاجه الاولى، يما نوت عليك تحيه. ونشكر جميع واحد وقف معايا وعاونني ودار عطاني الثقه هذيك، ما من المخرج تاعنا محمد رضا نقول يعطيك الصحه اللي عطيتني لوكازيون وخدمت، وان شاء الله نزيدوا شغل ان شاء الله يزيدوا يعطونا لا شونس باش نزيدوا نبينوا. حنا ماذا بينا نزيد نخدموا، دوك مادا تعطيني لا شونس انا نبين لك، دوك انت ما تعطينيش لا شونس ماش راح تشوف مني حد اخر. ونشكر كاع الشعب ويعطيكم الصحه انتم فاني. شكرا لك. مادام هما شكروا الام تاعهم، انا ثاني نشكر الام تاعي. ايوا انا ثاني يما يحبك بزاف والله غير يحبك. نشكر الام تاعي وحتى الام تاع زهره وامهات كاع الجزائريين. كل الامهات الجزائريات ديديكاس ليكم. حبي لكم ديرونا ديديكاس بالبليديه هكا. خلاص السلام عليكم خوتنا. شوف ديرنا ديديكاس واحد هكا هضره بالبليديه، وزيد المشاهدين عندنا فاصل اشهاري نطلقوه انتم. صحيت السلام عليكم يما، ما تغامريش بينا. ما تغامريش بينا يما، حبك الموت عليك وكاع واش كاين كاع بليديين يما، كاع نحبوك في المايا ما مالا يما، يماك ويماك وكاع بليديين كاع لي زاجيريا نحبوكم بزاف ونموتوا عليكم. وش كاين في المايا قول لي صاحبي؟ هاي مليحة كاين إشهار خالتي كاين فاصل ما تروحوش رايح باش في الجهود تاعك الله يريحهم ليا يا إشهار.
الله يسلمك. دونك ماريا صبري صبري خاوتنا المشارقه يجوا لهنايا. تحسي ما راناش في الجزائر زعما رانا في وي شفتوا راه عقلهم باللي ماشي فيروز ماريانا. انا صغيرة الله يبارك لك ماريانا حسين الجيريانا مرحبا بك. هذه بورتو ما عطيناهاش القهوه مازال ما عطيناهاش. نفرغوا لك القهوه ولا يلا نعطيك قهوه. اذا ماريانا حسين مرحبا بك معنا. دونك جزائريه موهومه بالطرب تحب تغني شرقي. بداياتك كيفاش اكتشفتي هذا في نفسك؟ هي بكل صراحه بديتها ملي كنت صغيره، مانيش عارفه وقتاش بديت نغني، ملي نشفع على روحي نغني. والطرب سي فري موهومه به كوم لو بروميي ستيل اللي نحب نغنيه، مي سا نا با امبيشي باش نانفلونسا ميرسي بوكو باش نانفلونسا بدوطخ ستيل. مثلا الانجلي الجيريان لوراي سورتو هذا جديد لوراي رومانتيك كاين بليزيور ستيل نحب نغنيهم. تري بيان. دونك حنا باش نزيدو نعرفوا بماريانا للجمهور تاعنا. ماريانا راكي مشاركه في مسابقه تاع فايز سعيد. فايز سعيد الفنان الكبير والموسيقار الكبير. وهذه المسابقه كل شيء صرا عن طريق الانترنت يعني كل شيء عن بعد عن بعد مراعاه للظروف الحاليه تاع كورونا. من بين فوائد الكورونا هذه المسابقه كنت نخمم فيها مقبل نقول سبحان الله، يعني كاين ناس قاستهم يعني مالوريزمون، كاين اللي الناس عملت لهم فواجع وكاين ناس استغلوا الفرصه باش يكتشفوا مواهبهم. ديجا ريسامون تلاقيت بوحده موديليست بدات لا كارير تاعها عن بعد، زينب ختاوي بدات لا كارير تاعها لا بداتها غير في هذا لا بيريود تاع كورونا. تري بيان. وخرجت الله يبارك. يمكن لانه الناس المهتمين ولا المسؤولين عادوا اي سون بلو برونشي في التليفون لانهم ما همش يديروا يعني ما همش يتلاقاو الناس، ما همش عندهم وقت باش يبرمجوا دي كونفيرونس ولا حتى دي كاستينغ، عادوا يبريفير لو بورتابل. وهذا جو بونس كان في صالحك. اكزاكتومون. كان مليت تو دي بلاس حتى لدبي ولا الامارات. اكزاكتومون هي في ابو ظبي ولا لا برودكسيون في دبي، ولكن تعرض في قناه ابو ظبي. تري تري بيان. دونك احكي لنا شويه عن المسابقه اللي حبيت مع كريم، حبيت مع تفاصيل المسابقه. حبيت كريم؟ لا انا حبيت خلاص بركه تصفيات داروا تصفيات. قالت لك خلاص تصفيات طار الحمام المره الجايه ان شاء الله. طار الحمام نو احنا لا لا نمشي بين شارك، احنا بغينا باش ندعموك دونك بالك فيها تصويت، بالك الناس تعرف المسابقه يصوتوا. هي معتمده سي فغي المراحل الاوليه تاع الاختيار باين يخيروا، كاينه لجنه تخير، كاين فايز السعيد يخير، بصح من بعد كل شيء على الجمهور. كيفاه حكينا كيفاش حتى تلاقيتي بهذه المسابقه وكيفاش حتى شاركتي فيها؟ هي باغ ازار كنت ندور في انستغرام كما قالت دركا مع الفيد تاع الكورونا، جوغ نتبعوا بزاف وسائل التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا. دونك كنت ندور هكذا لقيته داير الاعلان على المسابقه وكا بعثت له قلت له جيسبيغ كو ماشي سي با ترو طار وما نقدر نشارك. قال لي وي بعثي اون فيديو سور تيك توك للجنه وانت وظهرك. ابخي بعثت لهم اغنيه تغني لي تاع ام كلثوم، بعثتها لهم قبلوني. ومن بعد شفنا في الفيديو انه كان منبهر بالصوت تاعي. ايه يعني هي صح كاين اصوات ثاني ما شاء الله، باسكو من كافه الوطن العربي ويعني الاجناس الاخرين يعني الجنسيات الاخرين كما نقولوا ميتريزي والطرب والمقامات وكاع باسكو سي لور ستيل. اكيد هما دومين تاعهم عندهم بلوس دو شونس موسيقيين تقدري تقولي مي راني جايبه حقي معاهم. جايبه حقي عجبتني باسكو تمثل في الجزائر بيان سور. نو سوف كو هما كاين اللي يلعب بالعود، كاين انا جور ما نلعبش الاله فوالا، مي كاين هما اللي ديجا هو كومبوزيتور، كاين اللي هو ديجا فنان في بلاده زعما باين ما التصويت يساعده. سي فغي. انا حبيت نسقسيك اسكو ما كانش عندك هذاك الخوف باغ اكزومبل انك الصوت تاعك ما يوصلش نات هذاك البورتابل ولا ما يمدلكش؟ تعرفي شحال نبقى نعاود لا فيديو من مرة باش بعثت لهم هذيك بالك واحد 7 مرات ولا هذه ما عجبتنيش هذه ما عجبتنيش هذه تخرخيش هذا يجوز حاجة ليسونسيال بور لا فوا. ديجا غير البارح صورنا تاع الحلقة الجاية. البارح كنتي لايف معاهم؟ البارح ماشي لايف، تصوير تصوير بعد ونهار الخميس
يعرضوا الحلقة إن شاء الله على 7 بتوقيت الجزائر إن شاء الله. وين؟ في قناة أبو ظبي تي في. أوكي. تاني كان عندي بروبليم باسكو نورمالمون سجلوا بليكيت، كان عندي بروبليم تما نحيتو وإن شاء الله يبان. نو معاهم في تواصل كاين أبليكاسيون داروها باش يخدموا هذا البرنامج، كل واحد عنده كونت تاعو ويعيطوا له فيه. كان بزاف مشتركين فهمينا برك 120 مشترك ولا كمان وحرام في التصفيات كل مره ايليميني والتصويت هو حبيتك تفهمينا في التصفيات لانه انت راكي في المرحله الثانيه من المسابقه فهمينا واش هي المرحله الثانيه جوستومون هي رانا عارفين واش كاين اللي فات مي اللي راه جاي ما راناش عارفين مخلينا كل شيء سيربريز سوف كو اشاك فوا يقول لك واش من الحلقه راح تجوز فيها يعطيك لا دات اللي راح تغني فيها شغل يعلموك من قبل احنا اون شوازي اون شونسون وهو ثاني شوازي اون شونسون اللي نغنوها مي ما يخليلكش وقت يبعثها لك البارح باش ما باش يشوفك صح لا تميتريزي ولا ما تريزي باش تحفظ لي باغول باش تحفظ لي باغول تحفظ لا ميلودي كل هذيك الاغنيه اللي بعثها لك ما تطيحش على البريرات ما تعجبش الجمهور فوالا هذه المسابقه وانت كي ديري لو شوا تاع الاغاني تاعك اسكو كي تخمي تختاري اغاني جزائريه ولا كاع لازم يكونوا هي دونك زعما المسابقه هذه راهي في الخليج دونك جو بريفير نخاف هما ما يكونوش باغ اكزومبل يذوقوا الفن الجزائري ولا دونك ما نريسكيش في الديبي بصح ان شاء الله الى كبرت ودرت اسم ماذا بيا نوصل الفن تاع الجزائر باسكو كاين يعني ما فنانين مغربيات وجزائريات راهم يوصلوا الفن تاعنا من بينهم اسم المنور يعني دير دي تكنيك اللي نداروا في لاجيروا دير دي تكنيك اللي نداروا في الحوزي وبزاف ومريانا كاين في الجزائر العديد من المسابقات بون العديد نو مي كاين مسابقات تاع مواهب جامي هكا جاتك ليدي انك تشارك يعني في مسابقه بون كنت شويه صغيره كي كانوا يفوتوا الحنوه شباب وسانسيغمون ما كنتش نعرف كيفاش ندير نبارتيسيبي وكنت لهي مع قرايتي ثم ما حبيت بون اكسكوز سلكتي لها ثم ما كنت اشاك فوا هكا ونتبعهم واحد بواحد ونشوف لي برايم ونشوف كيفاش يغنوا ونحفظ معاهم الغنى وهاد البرامج يخلقوا هما حتى هما مواهب في ديارهم ويحافظوا على يحافظوا على الفن بهذا البرامج باسكو جينيرالمون انا كي كنت نتبع هاد البرامج تاع عرب ايدل اللي كنت نتعلم منهم اللي كنت نحفظ دونك كنت تشوف روحك بالك في بلاصه هذاك مترشح تقول بالك جو بو فير ميو معروف ثاني وين راك انا باين نقولها باش نسمعوا حاجه ايوا نسمعكم نسمعكم ام كلثوم وي انتي ترى غير ثقيله فرونشمون شكون نحب لي ديفي نحب فوالا لايف وديفي تفضلي باسكو شغل كي تفوت تغني حاجه ثقيله تبقى في الميم غيت اكزاكتومون فرونشمون برافو وهنايا كي يكون ديبي الانسان لازم يبين لازم لسه فاكر قلبي يديلك أمان ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان لسه فاكر قلبي يديلك أمان ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان ولا نظرة توصل الشوق بالحنان لسه فاكر كان زمان لسه فاكر كان زمان الله درت هذيك لا شارب بول تاع كي نشوف عرب يعجبني واحد احنا بغينا نقولوا تاي ساعي هذيك شهاده هذيك بالنسبه لي دونك تسمع حسين وصل الميزان لازم نقولوا زهره لازم نقولوا فايز سعيد تاع الفنان الخليجي صاي طال الحمام هي لابها زعما صاي احنا حايبين ماريانا صاي خويا ان شاء الله كامل الناس
سمعتي صوته المريم خصوصا غيت، نتمنى انه صوتك وحبك والامل والشغف تاعك وصل للمشاهدين. ان شاء الله انت تقولهم كيفاش يصوتوا كيفاش يديروا. بون هو التصويت بون الخميس الجاي هذا، انا مش راح نكون في كل الحلقات باسكو راهم يديروا في التصفيات، مي الحلقه تاع الخميس راح نكون فيها، ونهار الخميس يبدا التصويت وسي غراتوي وعبر التيك توك. تما اللي عندها كونت ضحكتني هذه، تما الكبار اللي بغوا يصوتوا ما يقدروش تقول البنات صوت لها اي تقول ولاد عاد قولي زوج تصويتات بصح خدمتو في واحد درك راك بالدموع ما فهمكش اسمنا باسكو لا لا خاطر الناس اللي عندها الفيسبوك انستغرام وين هذا غير كيتحكي. شفت كيما واحد الوقت كان كاين غير فيسبوك، من بعدها بشوي بشوي بدا يدخل انستغرام، دركا راه تيك توك. انا دركا وليت ندخل بوكو بليس على تيك توك شوي، مانيش عارف حاول معاهم قول لهم كريم بانت لهم نو باش يكونوا بقوه انستغرام ولا نو ماشي مشكله، هي المهم الانسان يبان فوالا اكزاكتومون. واحد يحب الفنان يروح ليه ميم في بيان سور. لا لا وهي اصلا تيك توك في الخليج العربي على بالي باللي يتمشى هو وسناب سناب شات يتمشاو اكثر من الانستغرام والفيسبوك. فيسبوك دونك يدخلوا تيك توك سي كوا لا يدخلوا تيك توك يديروا هاشتاغ غني مع فايز سواء بالعربية سواء بالفرنسية ولا الإنجليزية، يسيبوا رابط يدخلوا فيه يسيبوا لا ليست. التصويت هذا يقدر يظلم بزاف من العديد من المواهب. هما كامل كيما هكا باسكو شحال من خطرة فاتوا في مسابقات مقبل يعني أصوات الله يبارك، يكونوا في المرتبة الرابعة يكونوا في المرتبة الخامسة زعما اللي يستاهلوا هما كاع يستاهلوا، مي كاين بيرسونيلمون كاين أصوات يكونوا ماشي في المرتبة الأولى ويعجبوني. صح صح اكيد هو التصويت دائما لانه بالك يظلمكم يقدر يمد فرصه بيان سور يقدر يمد فرصه. احنا مش فاهمين هكاك وبانوا زعما ما ظلمتهمش مسابقه طونك راه في المسابقه معناتها نجح اي سيغتو اللي وصل للمراتب الاخيره بيان سور مادام راكي مع هذيك لا سيليكسيون اللي راهي اختاروك من بين شحال من شخص؟ لا لا دركا رانا هذا في المرحله الثانيه تاع التصويت، في الاول نورمالمون كانوا 120 دركا باقي بالك 60 واحد كمان من مصر صراحه. وقعدتي انت مع 60 احنا نعسوا فيك مريانا مريانا احنا نستقبلوا مكالمه ونعاود نرجعوا لك. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، شكون معنا ومنين؟ معك اسماء من عين تيموشنت. اهلا بناس عين تيموشنت، واش راكي اسماء لاباس؟ لاباس كيفكم انتم غايه؟ لاباس غايه غايه، راكم فرحينا اليوم بالاتصال. والله كاكي زهرة لاباس عيشك انتي لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله مرحبا بك اسماء. انا كنت ديجا عيطت لك وقلت لك باللي ما نفهمش البروالي، مي هذا هو الطرب اللي انا نبغيه. هذا هو الطرب اللي تبغيه. اه مليح. مريانا يقول لك ادخل صوت لي في تيك توك. تيك توك ما عنديش. اللي شارجي فك ما فيها والو. اكستغرافي. ان شاء الله. واش حبيتي تقولي لنا اسماء؟ حبيت غير نسلم عليكم هذا ما ربي يخليك. موضوعنا اليوم يحكي عن التصنع اسماء. وي واش رايك في التصنع؟ التصنع اسكو هذاك اللي الناس اللي عندهم زوج وجوه ولا تصنع وخدا؟ لا غير كاين تصنع حتى اللي عندهم اربعة خمس وجوه. التصنع والله الانسان اللي يتصنع اللي يخلي الشخصية تاعه ويقتمس شخصية جديدة اللي ماشي هي الشخصية الأساسية تاعه. صح صح انا كنت ديجا منهم بزاف عشرتهم كي من هاكا طيبوا لي دارني خبيان دونك ربي هاكا بايزون وحده بنت عمتي كنت نبغيها بزاف وخطر روحت عندهم للدار وكشغل زعما كينا قالت لي بلي انا كنت ديجا زهره انا عيطت لك وقلت لك بلي انا مريضه. اه انت اللي قلتي لي درتي غيبوبه تري بيان تفضلي اسمع قلت لي بلي نديك دي لا ريديكاسيون من بعد كاينه كي بغات تروح معايا قالت لي نو ما نقدش نروح معاك وشي كي شغل زعما كاينه قالت لي الاولى انا ما تقدي تكلي عليا من بعد كاينه خرجت لي بوجه خد اخر فهمتيني زهرة معليش معليش فهمتك ما حبتش وي تري بيان انا فورما هذا عندهم زوج وجوه خير معليش انت يا ربي ان شاء الله ربي يجيب لك شفاء ان شاء الله ويعطيك الصحه على الاتصال تاعك وريحي معنا مازلنا متواصلين. ممكن نقدم اهداء؟ تفضلي تفضلي. اوكي نقدم اهداء لماما بابا اختي وخويا ولا فامي كاع تاع بنت سالم.
تحية كبيرة لكم. شكرا لك وربي يشفيك أسماء. ميرسي بوكو زهر، الله يحفظك. شكرا شكرا لك. إذا زهرة عندها بزاف متابعين، نورمالمون شوفي زهرة أنت المتابعين تاعك كاع لازم توجيهم باش يصوتوا. المتابعين تاعي عندهم تيك توك. أنا لك أو موان 30% يكون عندهم إن شاء الله. لا لا كريم ثاني عنده متابعين هو بكري يحب بعد العين. مريانا موضوعنا اليوم كما سمعتيني قلت المتصلات التصنع. يعني انت درك تقدر اليوم غدوه بتغدى تولي نجمه تولي معروفه يمكن عربيا يمكن تبقى بشخصيه ماريانا ولا تتقمص شخصيه ماريانا النجمه؟ ماذا بيا نبقى بشخصيتي ما نكذبش عليك باسكو الهدف هي تكون اولا انت مرتاح دوزيامون توصل لقلوب الناس وجينيرالمون زعما النجوم كي يكبروا شغل يولي فيهم شويه تكبر و يولي يخلق حاجز بينه وبين المتابعين تاعو اللي يخليهم يكرهوا شويه يبعدوا عليه يحوسوا على وجه واحد اخر باسكو سيرت نقدموا فن مي نقدموا ثاني كي تجي تشوف اوني دي انفلونسور من جهه واحده اخرى صحيح صح لانه احيانا الجمهور كي انت تقدمي رساله ولا اغنيه ولا عمل فني الجمهور يشوف روحه في هذاك العمل exactly. كي يشوف روحه في هذاك العمل شغل يحس روحه يعرفك يحس يحب قد ما يكون قريب منك ويحسك بنفس المستوى تاعو زعما حنا وني توس كيف كيف هذا عنده اون فوا وهذا يعرف يمثل وهو بالك عنده حاجه كل واحد فينا عنده صح. حاجه دونك ما كان حتى حاجه اللي تخلي هذا خير من هذا ولا جوست داكو ولو كان نحكو شويه على الجديده تاعك واش راكي تحضري من غير هذه المسابقه داكور ولا ما بعد المسابقه ان شاء الله ما بعد المسابقه كاين اعمال مع شركه الانتاج تاع جوستو ايفنتس ان شاء الله ان شاء الله رانا معولين نخدموا كيف كيف ويكون كاين مش حابه تخدم مع عمل موسيقيين كتاب اكزاكتومون دي كليب ممكن اعمال تمثيل دونك يستهويك التمثيل احنا ماريانا بعد الفاصل نزيدو نتعرفوا على الاعمال تاعك وعلى الجديده تاعك اذا المشاهدين الكرام ثم مشاهدينا الكرام مازلنا متواصلين معكم ما بقاش بزاف من عمر البرنامج لكن مازال توجور انا وكريم وضيفتنا المتميزه ماريانا اللي جاتنا من الغرب الجزائري ورايحه علينا المشرق سهلا ان شاء الله اني قاعده هنا ما عندي وين نروح الا كتب ربي ماذا بيا نخدم هنا ونخدم لهي ان شاء الله يا ربي بيان سور حنا نتمنى له كل التوفيق دونك حكينا شويه على جديدك واش قاعده توجد سورتو قلتي لي خدمه ديجا دي كليب نو ما خدمتش دي كليب مي دي كوفر دي كوفر مي مازال ما حطيت والو سيغ يوتيوب شغل هذه داخله في المناجمنت تاعي جو ما حبيتش نحط حتى وين تكون لا استراتيجي مليحه فوالا ومدروسه تخي بيان وي برافو حنا كيما نقولوا كنا قبل ما نروحوا الاشهار كنا نهضروا على الجديد يعني بصح بون جديد في الكوفر صح على بالك انا على بالي واش يتوجد في الكوفر ستيل ديفيرون كاع على الستيل اللي راك غنيتيه لنا دروك احكي لنا شويه ما نحكيش نغني خير يلا هاي على بالك مش نحب احنا ما على بالناش مش نغني يغني ما يحكيش يلا Listen to the song here in my heart A melody I start, but can't complete. Listen to the song from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, oh, cause you won't. Listen, listen. I am alone at a crossroads. I'm not at home in my own home. And I tried and tried to say what's on my mind. You should have known, hey. Now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than a word you made of me. I follow the voice you gave to me. But now I gotta find my own. You should have seen.
ليسن ليسن والله ليسلي كل واحد دروك تما نو بصح هاد الاغنيه تحكي على ليسن تو يور دريم كل واحد يتبع لو غيف تاعو حلم الحلم وما يخلي حتى واحد هو اللي اثر له حياته سي فري فوالا جوغ كاين بزاف ناس يحبوا يتحكموا في حياتهم. كل دعم عائلي في مشوارك الفني؟ صراحه الراي تاعهم نوتر ما مش عارف اوكي ما مش يتفرجوا في كوفي تايم؟ تري بيان جو سي با يعني انا بالنسبه ليا كل انسان عنده لو شوا تاعو بالنسبه ليا كل انسان عنده الحريه انه يختار هو واش حاب يدير في حياته وما عندها حتى علاقه اكيد اكيد هو كل انسان على بها غير انا ما ندخلش في لي شوا تاعهم حتى الام والاب اقرب الناس ليك ما مش عارفين زعما مانيش عارفه لا رياكسيون ما خايفاش من لا رياكسيون نو جي جامي اوزي نقول لهم نغني وما راهمش عارفين اصلا بلي عندي على بها اختاريتي تغني ليسن ما نغنيش في الدار واو دونك كل هذا ديسكريتمون ما خايفاش من الرد نتاعهم ما خايفاش ولا ما يعني لكش لا ماشي ما يعني ليش يعني لي طبعا بس صح مانيش خايفه من الرد تاعهم باسكو على بالي بلي هما متفاهمين احنا كبرنا يعني على الديمقراطيه اكزاكتومون كل واحد وشخصيته ما يدرسوش الشخصيات تاع الانسان ولا صح هذا حلم هذا مشوار هذا يعني يقدر يكون مستقبلك الفن هذا اكزاكتومون يعني قررتي انك تقودوا وحدك على بها اختارت اليوم الاغنيه على ليسن ليسن يا تماما ضعفوا عليك في الاول دوك يكونوا ليسناو مانيش عارفه ان شاء الله ان شاء الله هيك نقولوا هذه كاين بزاف فنانين وفنانات صابوا صعوبات في البدايه تاعهم بزاف شفتوا في الديبي كي يشوفوك ناجح خلاص زعما بالنسبه لهم هما باسكو المجال الفني دوك نقول لك علاش مجال حساس باسكو ماشي مضمون بزاف ناس يعني الله يبارك عندهم اصوات وعندهم مواهب ولكن غير بانوا عاودوا طفا وما داروش كارير وصابوا روحهم ضيعوا بالك قرايتهم ولا ضيعوا خدمتهم واتكلوا غير على الفن وهو ماشي مجال مضمون تسمى وهذه يمكن العائله ولا الوالدين بالك على هذه على هذه تبهم يخافوا على والديهم يحبوا يضمنوا لهم مستقبل مضمون بزاف كاين ميم سبور كاين اللي يقولوا ما تبقاش تتكل على سبور البالون ما راح تديك بعيد ما راحش وليكو هما يتفرجوا على لي غون فوتبولور اللي ناجحين وكاع مشوارك دراسي شغل التخوف هذاك هو اللي يحد من زعما هذا لو سوجي زعما حساس وكاين بزاف في المجتمعات أكيد يشجعوا اولادهم من جهه ويخوفوهم من جهه دونك يخلوهم عايشين في تناقض ما يجوا ياخذوا لا ديسيزيون تاعهم حتى يتعذبوا احنا مريان الوقت يداهمنا وي الوقت يداهمنا بصح معليش يخلي يداهمني على روحو انا حبيت نسقسيها والله روحي يلا مشوارك الدراسي راضيه عليه؟ الحمد لله يا ربي يعني وصلت انا اصلا حتى وصلت وين راني حابه باش جي تونتي لا شونس تاع الفن كان عم بالي بلي راح يجي نهار وين نغني مي حتى نكمل قرايتي باش ما نزعفش دارنا ولا هكا ما يخافوش عليا فوالا تخي تخي بيان دونك احنا نتمنى لك كل التوفيق ليك ولكل الفنانين ونقول لكم صوتوا لماريانا في التيك توك كريم وصلنا لهذا فوالا احنا كما نقولوا ثاني رانا معاك وان شاء الله بالتوفيق في المسابقه هذه ان شاء الله يا رب ان شاء الله وانا عندي تحيه وانا ثاني عندي تحيه عندي تحيه خاصه لام اكرام زميله تاعنا مقدمه في صباح الشروق نوجه لها تحيه كبيره اللي راهي وافيه تحيه كبيره للحصه تاعنا ونوجه لها تحيه لام اكرام ضلي قعدي هكا وافيه وتفرجي فينا ويعطيك الصحه ان شاء الله نقعدوا دائما عند حسن الظن هذه هي ان شاء الله ان شاء الله انا عندي اهداء ها ليلى حبيتي تحيه كبيرة لا فامي ربحت ميساوي المهديات اي لا فامي بن شيخ اي سي فيس اسلام اي سليمان اللي راهم يتفرجوا فينا من تيارت تحية كبيرة لكل الناس لكل محبي برنامج كوفي تايم كواكو راح نطلع لكم غدوة انكور كريم بوباكور ولا غير تشرفت شرف لي شرف كبير شرف لينا اليوم كان ثاني معنا اكيد مريانا نختموا معك اغنية من ذوقك تبقي بها على خير المشاهدين وعندك كلمة أخيرة أقولها باش تفوتوا عليك حنا نقول لكم انا نقول لهم برك دعموني في هذه المسابقه ويلا كتب ربي ان شاء الله نزيد ننتقل لمراحل واحدة اخرين باش نمثل لاجيري نبين بلي حتى حنا عندنا مواهب سي لو تور دو لاجيري في الفن تري بيان بالنسبه للاغنيه نخير لهم شيء جزائري باش بو اكيليبري فوالا بو اكيليبري من ما شاء الله قاطبوها والجزائر هي تفضلي
سألوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها لا هي مغبونة ولا مهنية ولا مازال تجبد عليا ولا خلاص راهي ناسية مازال مازال عشقك في البال ننساك محال يلي سيتينا إلى طوالة العمر وحكمة القدر بلكاش نهار سقطي علينا